السلام عليكم ورحمة الله. تكمل المحاضرات السابقة، محاضرات لين الألجبرا، اليوم راح ناخذ موضوع اللي هو له علاقة مباشرة أو التطبيق الأهم باللين الألجبرا، واللي هي حل لينير سيستم أوف إكويشنز، أو مجموعة خطية من المعادلات، مجموعة خطية من المعادلات. خلي بالبداية نعرف شنو قصدنا باللينير سيستم. لينير سيستم أوف equations. اللينير سيستم اوف equations عندنا هنا أنا وكأنما عندي مجموعة من المعادلات اللي هي أقدر أمثلها A1 عن A21 X1 plus A22 X2 plus equal to B2. عندنا M من المعادلات AM1، وعندنا N من المجاهيل عندنا مجموعة من المعادلات، المعادلة الأولى، الثانية اللي عندنا M من المعادلات، عندنا M للمعادلات. ذي المعادلات به المجموعة من المجاهيل، كل نشتركة مجموعة من المجاهيل. من هنا عدد المجاهيل اللي هي X1 X2 إلى XM، فعندنا N عدد من المجاهيل. اللي أريد أسوي، اللي أريد أوجد قيم ال X1 X2 إلى XN اللي تحقق لي جميع المعادلات بشكل آني. فلذلك يصح لللينير سيستم اوف ايكويشنز. كم مجهول هنا؟ ان انونز، عدد المجاهيل هو ان، وام ايكويشنز، عدد المعادلات هو ام. هنا اذا كانت بالمناسبة بالتسمية، اذا كانت البي 1 والبي 2 والبي ان زيروز، اذا كان اف بي 1 يساوي بي 2 ويساوي بي ام وكل يساوي 0، يصح لنا ذني هوموجينيوس سيستم. The system is called homogeneous. homogeneous system. homogeneous system. وطبعا احنا ناخذ الحاله العامه انه البي 1 والبي 2 والبي ام هن نون زيرو، فلذلك السيستم بشكل عام حيكون نون هوموجينيوس سيستم. هسه الان عرفنا شنو المجاهيل وشنو المعادلات، احنا نجي ناخذ السوليوشن. شنو قصدنا بالسوليوشن؟ السوليوشن هو شنو؟ هو مجموعه من الاعداد، هو السيت اوف numbers، هو مجموعة من الأعداد اللي هو x1 x2 إلى xn اللي يحقق جميع المعادلات. that satisfies، هذه السيت تحقق لازم شنو؟ all the m equations، جميع المعادلات ال m equation. عندنا m عدد من المعادلات من ال equations لازم كلين يتحققن. الطريقة شلون؟ الطريقة أني هذا السيستم من الممكن تمثيله بالماتريكس. إذا بنيت ماتريكس A اللي هي سويتها A11 A12 إلى A1N A21 A22 إلى A2N واستمر إلى A1 اي ام 1 عفوا اي ام 1 اي ام 2 الى اي ام ان، وسميت فيكتور اكس اللي هو حسوي كولوم فيكتور x1 x2 الى xn، وسويت ماتريكس بي اللي هي هم فيكتور كولوم فيكتور b1 b2 الى bm،
فإن جميع المعادلات اللي مذكورة هنا بهذه المعادلات ممكن كتابتها بصيغة الماتريكس فورم، أني حقول الأي في أكس يساوي بي، الأي في أكس يساوي بي، والأي في أكس يساوي بي. وعن طريق ذن الأي والأكس يساوي بي، هناك طريقة ثانية بالكتابة هذا السيستم ممكن أكتبه، أنه حقول أي تلدا شي يساوي، راح أجمع معادلات الموجودة الكوفيشنتس ويا من ويا البي، فأقول هنا هذه A11 A12 إلى A1n، وحطها B1 وكأنما جمعت المعادلات كلها والكوفيشنتس مالتها أو الثوابت البي، وكأنما جمعت الأي والبي بمصفوفة واحدة. هنا هذه A21 A22 إلى A2n، هنا B2، ونستمر A1 AM1 AM2 إلى AMN، وهنا BM يستمر. هذه الماتريكس، هذه يصحوا لها الأجيوم أوجمانتيد ماتريكس، هذه الأي تولدة اللي هي شي يصحوا لها أوجمانتيد ماتريكس، أوجمانتيد ماتريكس. طبعا أوجمانتيد ماتريكس هذه توصف النظام الخطي اللي موجود عندي بصورة تامة، المعلومات اللي احتاجها على مود اوجد الاكس موجودة كلها وين؟ بالاي تلدا، بالاي تلدا. هسه قبل ما نروح ناخذ طريقة شلون اقدر احسب الحلول او احسب الاكس والاكس ان، خلينا نشوف بعض ال نقدر نقول جيومتريك انتربريتيشن او المفهوم الهندسي، جيومتريك انتربريتيشن اللي هو حنناقش من عده الاكزيستنس واليونيكنس of solution. راح ناخذ، راح نمثل المعادلات، راح اخذ شلون نقول مثال صغير او مو مثال صغير، راح اقلل البروبلم مالتي بحيث من الممكن تمثيله هندسيا، واجي اناقش الحل شلون حيكون. اول شيء حناقشه هو الاكزيستنس، هل ان الحل موجود او لا، solution exist or no، هذا الأولا. وثاني شيء اليونيكنس، هل إنه السوليوشن وحيد أو هناك مجموعة من الحلول اللي تحقق المعادلات الموجودة تم ذكرها مسبقا. فهنا أنا على مود أقدر أمثلها تمثيل هندسي، راح أخذ فقط الحالة يمن الأم يساوي الان ويساوي 2، يعني الام والان 2 عندنا عدد مجاهيل 2 وعدد المعادلات 2، واللي ممكن اكتبها انه حقول A11 X1 زائد A12 X2 يساوي B1، هاي المعادلة الأولى. والمعادلة الثانية A21 X1 زائد A22 X2 equals B2، هذان المعادلتين اللي راح اخذ النظر الاعتبار. هسه حنشوف ذن المعادلتين، هذا المعادلتين ممكن تمثيلهن نقدر نقول هندسيا او بجيومتريك بيانيا، انه حقول انه هذا المحور يمثل هذا الاكس 1 وهذا المحور يمثل الاكس 2، محور يمثل اكس 1 ومحور يمثل اكس 2، واجي ارسم المعادله الاولى والمعادله الثانيه على نفس البلين، على نفس الرسم، واجي اشوف شلون تصرف المعادلة الاولى والمعادلة الثانية. خلينا ناخذ مثال بالنسبة للاول، يحاخذ مثلا x1 زائد x2 يساوي 1 و 2x1 زائد ناقصا x2 يساوي 0. هنا اذا اريد اجي ارسم المعادلتين، المعادلة الاولى اللي x1 زائد x2 يساوي 1، هنا هذه عدها يمن x2 0، x1 لازم 1، ويمن الاكس 2 هذا 1، ولمن الاكس 2
لما ال x 1 صفر ال x 2 كذلك حيكون واحد، فتكون هاي المعادلة الأول. الرسم الأولي حيكون بهالشكل تقريبا، هذا المعادلة الأولى. المعادلة الثانية تقول إنه 2 x 1 ناقص ال x 2 يساوي صفر، فهنا لما ال x 2 صفر ال x 1 حيكون صفر، ويمن ال x 1 صفر ال x 2 حتكون صفر. احنا ناخذ نقطة ثانية، يمن ال x 1 مثلا واحد، ال x 2 لازم يساوي 2. يمن ال x 1 واحد، ال x 2 لازم شو يساوي؟ 2، اللي هو تقريبا هنا. وهذا هو حيمثل المستقيم الثاني. نلاحظ ان هنا ذن مستقيمين وصار عندهم تقاطع بنقطة معينة. هذا التقاطع بين ذن المستقيمين هو يمثل مجموعة الحلول بالنسبة لهذا السيستم. وطبعا هنا بما نبدأ نشوف انه هنا تم التقاطع بنقطة واحدة، اللي ممكن احسبها انه هي ممكن تكون تقريبا ثلث باثنين على ثلاثة. هذه نقطة التقاطع هي اللي تحقق المعادلتين بوقت واحد، وهي النقطة الوحيدة اللي تحقق هذه المعادلتين بهذه ال بهاي النقطة. المعادلتين فقط تتحقق عندما ال x1 و x2 قيمهم ثلث واثنين على ثلاثة. فلذلك اقدر استنتج انه هذا السيستم اول شيء له حل، يعني exist solution exist، اكو موجود الحل. والثاني شيء انه عدد الحلول الموجودة هو واحد، فلذلك اقدر اقول هناك uniqueness او العلاقة بعدد الحلول، هنا يونيك سوليوشن او حل وحيد يحقق هذه المعادلة. فهنا عندنا سوليوشن اكزيست والسوليوشن از يونيك، سوليوشن اكزيست والسوليوشن از يونيك. هسه هذا الحالة الأولى. نجي للحالة الثانية، ناخذ لنا مثال ثاني اللي هو كذلك حاخذ هنا نفس البلين x1 x2، ولكن مجموعة المعادلات حافرضها انه x1 زائد x2 يساوي 1، 2x1 زائد 2x2 يساوي 2. خلينا نجي نرسم اللاين الأول، x1 زائد x2 يساوي 1 مثل ما رسمته بالحالة اللي قبلها، حيكون بهالشكل. هنجي ارسم المعادلة الثانية شنو؟ باللون الأحمر. فهنا 2x1 زائد 2x2 يساوي 2. هذا طبعا هنا ملاحظة انه هذا المعادلة حتى إذا المعادلة الثانية إذا تأخذها بنظر الاعتبار هي نفس المعادلة الأولى فقط مضروبة في 2. يعني أنا لما نتعوض الـ x2، لما تعوض الـ x2 صفر الـ x1 اللي حقق هذا حيكون واحد، ولما نعوض الـ x1 صفر الـ x2 اللي حقق هاي المعادلة 2x2 يساوي 2 اللي هو الـ x2 هم حيطلع واحد. فبالنتيجة هذني كذلك النقاط اللي نفسني حيكونن، وكأنما المستقيم حيكون اسمه باللون الأحمر قلنا، وحرسمه مقطع على مود نقدر نميزه. المستقيم حيكون مباشرة فوق السيستم أو فوق المستقيم الأول. نجي نناقش الحلول، هل هناك تقاطع بين المعادلتين؟ نعم هناك تقاطع بين المعادلتين. إذا solution exists، هنا solution exists، ولكن نجي ما هي عدد النقاط اللي يحقق هذا أو عدد نقاط التقاطع بين المستقيمين؟ طبعا هنا عدد نقاط التقاطع بين المستقيمين هاي نقطة أولى مثلا، هاي نقطة ثانية، هاي نقطة ثالثة، وهاي نقطة رابعة. وأقدر أقول جميع النقاط الموجودة خلال هذا المستقيم كلهن راح يكون أقدر أعتبرهن مجموعة حل. فلذلك هنا نقدر solution is not unique، solution is not unique يعني معناها الحل هو شنو؟ هو غير وحيد. وبالحقيقة اكو ما لا نهاية من الحلول اللي ممكن اوجدها
بالنسبة إلى هذا السيستم، ما لا نهاية من الحلول ممكن أوجدها إلى هذا السيستم. الحالة الثالثة اللي ممكن تظهر لنا، طبعا هنا فقط 3 حالات، الحالة الثالثة اللي أحب أناقشها اللي هي إذا كان السيستم x1 زائد x2 يساوي 1 و x1 بلس x2 يساوي 0. إذا نجي نرسم x1 زائد x2 يساوي 1 حيكون بهالشكل الرسم. هذا المستقيم الأول، المستقيم الثاني إذا ترسمه راح يطلع بهالشكل. طبعا هنا مباشرة تقدر تعرف انه هذول المستقيمين متوازيات، وبما انه متوازيات التقاطع مالتهم راح يكون مجموعة خالية، وبما انه التقاطع ما موجود تقاطع، اذا اقدر اقول السيستم has no solution، solution مالته does not exist، يعني solution does not exist هاي اول شغله. والسوليوشن سيت، هناك كان شنو بالحاله الاولى كانت هناك يونيك، اكو سوليوشن والحل يونيك، هناك كانت اكو سوليوشن وحل ما لا نهايه. هنا أنا بما انه السوليوشن نون اكزيست فما اقدر اقول، ما اقدر اوصف السوليوشن بغير انه هذول المعادلات متوازيه وغير ومن غير ممكن انه اوجد احلها، واللي يصحولها inconsistent او غير مترابطة او غير نقدر نقول متمثل معنى، او الحل غير موجود بالنسبة لهيك نوع من السيستم. هسه ورا ما اخذنا ذن الـ3 حالات وعرفنا انه linear system بشكل عام ممكن يكون بـ3 حالات، يا اما يكون solution exists unique، يا اما يكون solution exist ما لا نهايه من الحلول not unique، يا اما يكون inconsistent اللي هي هنا حتكون مجموعه الحل مجموعه خاليه، ماكو موجود مجموعه، ماكو اعداد ممكن انه يحققها ذني السيستمز او السيستم اوف equations. بس احنا ناخذ ورا ما اخذنا 3 حالات، خلينا نشوف نرجع للموضوع الرئيسي اللي هو إذا عندي أنا مجموعة من المعادلات الخطية، شلون ممكن أوجدها أو أوجد أحلها؟ شلون ممكن أحلها؟ هذا يجرنا إلى موضوع يسمى Gauss Elimination. And back substitution. الجاوس إليمينيشن and back substitution هي وكأنما تبسيط باستخدام الجاوس، طريقة جاوس انك تبسط، وبعدين التعويض العكسي، اللي هي خلينا نشوف شلون ممكن هذه تساعدني. هاي الطريقة نفرض ان انا عندي هذه المعادلتين 2x1 زائد 5x2 شي يساوي 2، والمعادلة الثانية اللي هي 13 x2 شي يساوي ناقصا 20 26. الان اذا اريد اوجد حلولهم طبعا اقدر اجي بشكل مبسط جدا اجي اشوف المعادله الاخيره هذه مباشره اقدر احلها على مود احصل x2، فالx2 شي حيساوي نيجاتيف 2 من هاي المعادله اللي هي ناقصا 26 على 13، وعن طريق x2 ارجع بما انه صارت قيمه x2 موجوده يحرجع اعوضها وين؟ بالمعادله اللي قبلها على مود اطلع قيمه x1. فلذلك اولا الطريقه اللي ممكن امثل بيها مجموعه من المعادلات بشيء شبيه بهيك سيستم انه 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 المعادله الاخيره فقط تحتوي على اكس ان او الفاريبل الاخير اللي اوجد له الحلول، هذه يصحوا لها جاوس اليمينيشن. الباك سبستيوشن اللي هي الطريقه اللي ناقشناها انه اوجد الحل الاكس 2 وعوضه بالمعادله اللي قبلها على مود اوجد الاكس 1 او الاكس اللي قبلها، واستمر الى ان اوصل الى نهايه الى الى الى, إلى حل جميع الاكسز. فهنا مثلا بالباك سبستيوشن حاخذ الاكس 2 اعوضها بالمعادله الاولى فهيطلع 2 اكس 1
زائد الخمسة في نيجاتيف 2 يساوي 2، ومن عندها 2 اكس 1 شي يساوي 2 زائد 10، واللي من عندها الاكس 1 حيطلع يساوي 6، الاكس 1 يساوي 6. هذه الطريقة، هاي الطريقة. خلينا نشوف شلون اقدر اسوي جاوس إليمينيشن والباك سبستيوشن بطريقة سهلة، او بطريقة عن طريق مثال. خلينا ناخذ عن طريق مثال. لنفرض ان انا عندي هذا المثال، عندي معادلتين اللي هي 2 اكس 1 زائد 5 اكس 2 يساوي 2، وعندي ناقصا 4 اكس 1 زائد 3 اكس 2 يساوي ناقص 30. ذني اريد احل هالمعادلتين، عندي معادلتين وعدي الاكس او عدد المجاهيل هو 2، فرحبني الاوجمنتد اوجمنتد ماتريكس راح يطلع هنا 2 5 2 ناقصا 4 3 ناقصا 30. هذه هي الماتريكس، الاوجمنتد ماتريكس، اوجمنتد ماتريكس. الطريقة انه شلون اسوي إليمينيشن، او شلون اتخلص، او شلون اسويها، شلون احولها الى الصيغة اللي ناقشناها قبلها، اللي هي حولها الى مجموعة من المعادلات اللي هي 2 اكس 1 زائد 5 اكس 2 يساوي 2، و 13 اكس 2 يساوي ناقص 26. شلون اقدر احول هذا السيستم الى هذه المعادلات، اللي هي شو حقول، راح اسوي رو اوبريشنز او عمليات على من، على الصفوف، عمليات على الصفوف. الطريقه شنو؟ الطريقه انه راح احاول اوجد عمليه بين الصف الثاني اللي موجود هنا والصف الاول، بحيث وهذا بدل هو ناقص 4 شو حيكون؟ حيكون صفر. الطريقه شلون؟ الطريقه شلون؟ راح اقول انه الرو الثاني رو 2 شو يساوي؟ يساوي 2 في رو 1 زائدا رو 2. خلينا نجي نشوف هنا الرو 2 اللي وجدت قيمته، اللي انا اريد اشوف الرو 2 الجديد اللي هو حيطلع لي شو يساوي؟ 2 في رو 1 رو 1 2 في الصف الاول اللي هو 2 5 2 زائد ان الرو 2 اللي هنا ماينس 4 3 30. هذا سكيلر ممكن اوزعه فحيطلع 4 10 4 زائدا ناقصا 4 3 ناقصا 30. عملية جمع شو حيطلع؟ يطلع 4 ناقصا 4 حيطلع 0، 10 زائدا 3 13، 4 ناقصا 30 ناقصا 20 26. فلذلك اقدر شو اسوي؟ استبدل الرو الثاني بهاي القيمه الجديده اللي طلعتها، والسيستم مالتي شو حيكون؟ حيكون 2 5 2 0 13 ناقصا 20 26. ليش انا سويت هيجي؟ اذا تلاحظون انه هذا ايش صار؟ هذا صار صفر، وكانما الكوفيشنتس اللي احنا نضرب بالاكس 1 ايش صار؟ صفر. وكانما هنا المعادله صارت، اذا خلي نحط هذا على مود هذا، يعني معادلات وكانما صارت اذا اريد اسويها المصفوفه اي صارت 2 5 0 13 في اكس 1 اكس 2 شي يساوي 2 ناقصا 20 26. فانا انا ما يهمني، انا حيهمني المعادله الثانيه، المعادله الثانيه اللي هيضرب هذا الرو في هذه الكولوم، فهيطلع معادلة الثانية راح يطلع 0 x1 زائد 13 x2 يساوي ناقصا 20 26، وهذا صفر ما حيأثر على النتيجة. ومن عندها اقدر اطلع منها مباشرة، اقدر احسب منه ال x2، اقدر احسب ال x2، وورا ما حسبت ال x2 ممكن اعوض الباك سبستيوشن على مود شو اسوي؟ اسوي الباك سبستيوشن على مود اوجد قيمة ال x1. خلينا ناخذ مثال شوية اكثر تعقيد، هنا x1 minus x2 plus x3 يساوي صفر، هاي المعادله الاولى، minus x1 plus x2 minus x3
يساوي صفر، وعندنا 10x2 زائد 25x3 يساوي 90، وعندنا 20x1 زائد 10x2 يساوي 80، يساوي 80. هذا هنا عندنا عدد المجاهيل هو 3، وعدد المعادلات هو 4. عدد المعادلات الأربعة 4. هسه خلينا نجي نشوف شلون اقدر احلها. المجاهيل المفروض انه اوجد قيم الاكس 1 والاكس 2 والاكس 3 اللي ممكن تحقق لي هذه السيستم، اللي ممكن تحقق لي هذا السيستم. خلينا نجي نكتب الاوجمنتد ماتريكس، نكتبها راح تكون عندنا واحد ناقصا واحد واحد صفر، نيجاتيف 1 نيجاتيف 1 0، وهنا راح يكون 0، الاكس 2 هنا 10 25 19 20 10 0 80. اوكي، هسه الان احنا نجي نشوف شلون اقدر احقق او شلون اقدر اسوي الاليمينيشن او الجاوس اليمينيشن. اول شيء حسوي راح احاول انه هذا العنصر هنا موجود او الاول، باستخدام عمليات على الرو الاول راح احاول انه اصفر الذني الكوفيشنتس على مود يكون هذا وكانما هذا اول عنصر موجود، والبقيه كلها شنو اللي بعده كلها حيكون لازم اصفار. الطريقه جدا بسيطه، مثل ما قلنا حسوي رو اوبريشنز، فحقول انه حشتغل على 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 الرو الثاني، حقول رو 2 ايش حيساوي؟ راح يساوي هنا ببساطه اقدر اصفر هذا اذا جمعت ذني العددين مباشره، فهو رو 1 زائد رو 2، واللي هو ايش يساوي؟ الرو 1 اللي هو 1 نيجاتيف 1 1 0 زائد نيجاتيف 1 1 نيجاتيف 1 0، وبالنتيجه الجمع مالتين راح يطلع صفر 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 صفر، راح يطلع صفر 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 صفر. ارجع اعوضه او خلي نصفر هذا قبل ما نعوض مباشره، فاقدر اقول شلون اصفر هذا الجزء. راح اقول انه رو 4 شي يساوي هو رو 4 زائدا لازم اضرب ناقصا 20 في رو 1 على مود هذا يتحول الى ناقصا 20، ويمن اجمعين حيكون شنو اصفار، واللي هو شي يساوي الرو الرابع اللي هو 20 10 0 80 ناقصا 20 في الرو الاول اللي هو 1 ناقصا 1 1 0، وبالنتيجه ايش حيطلع؟ راح يطلع الاول 20 10 0 80 ناقصا، حندخل 20 جوا فحيطلع 20 ناقصا 20 20 0، وحاصل جمعهن ايش حيكون؟ حيكون الاول عنصر 0، الثاني 10 ناقص ناقص 20 حيطلع 30، 0 ناقص 20 حيطلع ناقصا 20، و80 ناقص 0 راح يبقى 80، وبالنتيجه الرو 4 راح يطلع لي بهالشكل. خلينا نرجع نعوضهن، المصفوفه. الرو الاول حيكون نفسه 1 نيجاتيف 1 1 نيجاتيف 1 1 0، الرو الثاني طلع لي كله زيروز، الرو الثالث ما تم التلاعب به لان قيمته كانت صفر، فماكو داعي انه اصفره، فحيكون 0 10 25 90، والرو الرابع حسبت له 0 30 ناقصا 20 80. هذه هي المصفوفه الجديده. هسه الان صار عندي فد حاله انه اذا تشوفون هذا الرو كله زيروز، وطبعا لما يكون هذا الرو كله زيروز ما اقدر استخدمه على مود اقدر اصفر ذن القيم
لان اي قيمة اضربها في زيرو راح يبقى زيرو، فما راح ممكن اصفرها. فالطريقة انه طريقة دائما انه استخدمها، انه اذا صارت عندي هيك حالة انه طلع لي بنص اثناء الاليمنيشن طلع لي فد روز صار كله زيروز، ممكن انه انقل هذا الرو الى النهاية، ممكن انه انقله هذا الرو الى النهاية وازحف الروز، هذا يروح قبله وهذا يجي بهالشكل، فاقدر هذا هو مكافئ الى هاي المصفوفة اللي هي 1 نيجاتيف 1 1 0. هذا الصفر اصفار راح ننزله، فحيكون هنا 0 10 25 90 0 30 25 ناقصا 20 80، ويجي الرول الاخير اللي هو كله زيروز موجود عندنا بالاخير. هسه الان تقريبا اقتربنا من الهدف الاولي. اول شيء انا صفرت هاي المجموعه، اوكي. بعدني ما اقدر اسوي باك سبستيوشن باعتبار انه الاخير ما صفر 100%، المفروض انه اصفر هذا على مود احول هاي المصفوفه عمود المعادله الاخيره تكون شنو؟ تكون جاهزه للحل، تكون جاهزه للحل. فشلون اقدر اصفر هذا؟ راح استخدم الرو الثاني. ليش؟ لان اذا استخدم الرو الاول واسوي عمليه جمع بين الاثنين، هذا راح يرجع شنو؟ راح يرجع نون زيرو، راح يرجع ياخذ قيمه معينه. فلذلك انا حستخدم هذا الرو. ليش؟ لانه في اي حال من الاحوال عندما اضرب الرول هذا الرو او هذا الرو الثاني والثالث باي قيمه، الزيروز الموجوده بالكولوم الاول ما راح يتغيرن، راح يبقى زيروز باعتبار انه اي ثابت مضروب بزيرو راح يطلع زيرو، وعمليه جمع وطرح بين تو زيروز هم راح تكون النتيجه زيرو. فلذلك راح اشتغل على الرو الثالث هنا، راح اقول الرو 3 شو يساوي؟ الطريقة انه اذا اريد اصفر هذا انقص الرول، يعني هو رو 3 وانقص مين؟ من 3 في رو 1 رو 2 عفوا، واللي هو شو يساوي؟ بس احنا جينا نشوف الرو 3 اللي هو 0 30 ناقصا 20 80 ناقصا 3 في الرو اللي الثاني واللي هو شو حيطلع؟ حيطلع 0 30 ناقصا 20 80 ناقصا 0 30 75 90 270 270، واللي هو عندما نسوي عملية الجمع 0 ناقص 0 0 30 ناقص 30 0 ناقصا 20 ناقصا 75 حيطلع ناقصا 90 95 و80 ناقصا 270 ناقص 190، اتصور ناقص 190، اوكي. وبالنتيجة هنعوض الرو الثالث بدل ما هو موجود بالمصفوفة اللي قبله، فراح تطلع لنا المصفوفة الجديدة عبارة تعويض الرو الثالث اللي هو هيطلع 1 ناقصا 1 1 0 0 10 25 90. الرو الثالث هنعوض مكانها حتكون 0 0 ناقصا 90 95 ناقصا 190، والرو الرابع ما تأثر كله زيروز. فهنا صار عندي هنا وكأنما مصفوفة الجزء الاسفل مالتها دائما يكون زيرو، او التراينجل او المثلث السفلي مالته يصير زيرو، فهذا يصح له ابر تراينجل باعتبار انه القيم الموجوده بال 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 او اللور تراينجل مالته حيكون زيرو، يصح له ابر تراينجل باعتبار انه القيم اللي موجوده بالمثلث الاعلى اللي هو هذا، والدايجونال راح يكون شنو؟ نون زيرو. هسه ما لنا علاقة بالتسمية بشكل عام، هسه احنا نرجع للباك سبستيوشن، الباك سبستيوشن، المعادلة الأخيرة كلها زيروز ما راح تأثر لي على أي نتيجة، راح أرجع إذا أرجع أكتب المعادلات، شو حيكون عندي؟ راح يكون عندي 1 ناقصا 1 1، هاي المعادلة الـ A أريد أكتبها، فالـ A اللي هي هذا الجزء من المعادلة.
خلينا نمسح الزيادات هنا نيجاتيف 1 هذا وليس 1. خلينا نمسح هذا على مود كذلك نسوي لنا ارباك. هاي المعادلة او هذه المصفوفة مالتي، فالمصفوفة اي اللي هي هذا الجزء من المصفوفة، فهيطلع 1 - 1 = 0، 10 = 25، 0 = 95. المعادلة الأخيرة اللي كلها زيروز ما راح أخذها بنظر الاعتبار. كم متغير عندي؟ عندي 3 متغيرات اللي هو x1 x2 x3. شو يساوي؟ احنا نجي قيم البي 1 اللي هي هذه الفكتور هنا، فحيكون 0 90 - 190، وهنا إذا أجي نعوضهن حيطلع x1 - x2 + x3 يساوي 0. المعادلة الثانية تقول هو 10 x2 + 25 x3 يساوي 90. والمعادلة الثالثة اللي هو -95 x3 يساوي -190. نسوي باك سبستيوشن. شلون؟ من هاي المعادلة اقدر احسب مباشرة الاكس 3 شي يساوي -190 على -90 = 95، واللي يساوي 190 على 90 = 95. ورا ما اوجد الاكس 1 هنا هعوضها وين؟ راح اعوض الاكس 3 عفوا ورا ما اوجد الاكس 3 نعوض الاكس 3 بالمعادلة اللي قبلها اللي تحتوي اكس 2 والاكس 3، لان اكس 3 صار عندي حل، فمباشرة اقدر احسب الاكس 2. فالاكس 2 هنا اقدر اقول شي يساوي الاكس 2 شي يساوي هو 90 - 25 x3 مقسومة على يمن على 10 مقسومة على 10، واللي هو شي يساوي 90 - 25 × 190 على 90 = 95 مقسومة على يمن على 10. ممكن حساب نتيجتها بالحاسبة. والاكس 1 بقى عندي الاكس 1 شلون احسبه؟ الاكس 1 شو يساوي؟ هو اكس 3 عفوا اكس 2 ناقصا اكس 3، وبما انه انا عندي قيم الاكس 2 والاكس 3 موجوده فاقدر اعوضين واوجد الحل للسيستم او اللينير سيستم. هسه هنا أنا هذا العمليات اللي سويتها على الصفوف اللي هي مثلا هاي العملية وهاي العملية وهاي العملية، ذني العمليات اللي تم تطبيقهن على الصفوف، هذه يسحولها elementary row operation. elementary row operations اللي هي عمليات البدائية أو العمليات الابتدائية أو الأساسية على الرو أو على الصفوف، اللي هي شو تقول لي ممكن أنا سويت interchange of two rows، تبديل بالرو، هذا اللي سويته خلال هاي الخطوة اللي هي من انقلت هذا الصف الى الصف الاخير وذني زحفت للاعلى. انا حاليا دا اسوي عملية تغيير بالتسلسل مال رو، فهناك هاي العملية تقول لي ممكن عملها بدون اي مشاكل. الثانية اللي هي الادشن جمع of a constant multiple، of one row to another row اللي هي عملية سويت عملية جمع بين شنو؟ بين two rows، الأول زائدا الثاني مضروب بثابت، اللي هي أنا استعملت ذني العمليات دائما استعملت أنا عمليات هنا. فمثلا هذه العملية هاي العملية اللي قلت الرو الرابع يساوي الرو الرابع زائدا في الثابت في الرو الأول على مود أصفر في الجزء من المصفوفة، فهذا شي صحوا له؟ هذا صحوا له رو أوبريشن، يعني هي عملية ممكن
تطبيقها بدون تغيير حلول للنظام مالتي، بدون تغيير حلول النظام مالتي. والعملية الأخيرة اللي هي المالتيبليكيشن، مالتيبليكيشن اوف رو، عملية ضرب الرو او عملية ضرب الصف باي انون زيرو كونستانت. كونستانت عملية ضرب الرو بشنو؟ نون زيرو كونستانت او ثابت، اي ثابت ما عدا الصفر، اي ثابت ما عدا صفر. ملاحظة خليها ببالك انه هنا اني يعني ذني العمليات من هاي اثرت على مجموعة الحلول، يعني مجموعة الحلول بالنسبة للمعادلات الاولى هي نفسها مجموعة الحلول اللي حصلها اذا عملت هذني الاوبريشنز بدون بدون يعني اذا عملت ذني الثري اوبريشنز، ذني الثري اوبريشنز. فقط خليها ببالك انه لازم تعملها على الرو وليس على الكولومز. اذا ذني العمليات صارت على الكولومز السيستم ما راح يكون السيستم يعني الاول والسيستم اللي تحصله ما راح يكون متساوي. فلا نقدر نقول نظرية اللي هي تقول رو اكوفلنت، رو اكوفلنت لينير سيستم have systems have the same set of solutions اللي هو ترجمة شو تقول؟ تقول أني ورا ما صور مجموعة من العمليات بالرو تبديل ضرب جمع بين الروز بين الصفوف راح يطلع لي سيستم. السيستم هذا حيكون هو سحول الرو اكوفلنت لينير سيستم. هذا السيستم اللي حيطلع لي هو على نفس مجموعة الحلول الموجودة بالنسبة للسيستم اللي ناقشنا، السيستم الأولي اللي بديت به. يعني أنا وكأنه ما أنا دا أسوي عمليات، دا أسوي عمليات عمليات بحيث يطلع لي سيستم جديد. هذا السيستم راح يكون مطابق 100% أو مجموعة الحلول مالته راح تكون مساوية لمجموعة الحلول للسيستم الأصلي. يعني معناه إنه عمليات الرو أوبريشن اللي سويتها على هذا السيستم ما غيرت لي من مجموعة الحلول. وأنا الهدف من هذا إنه أنا بسطت السيستم بحيث ممكن أستعمل الباك سبستيتيوشن على مود أوجد الحلول للسيستم بدل ما إنه أوجد الحلول مباشرة من السيستم الأصلي. الآن أتصور أن الأفضل أن يتوقف بهذه المحاضرة. إن شاء الله بالمحاضرة اللي بعدها نأخذ شلون يتم التعامل بالغاس إليمينيشن إذا كان عندي ما لا نهاية يعني عندي مجموعة الحلول حتمثل ما لا نهاية من الحلول، وشلون حيكون السلوك مالتها. وكذلك نناقش إذا كانت الغاوس إليمينيشن اللي شلون حيكون شكله في حالة إنه إذا كان السيستم ما بيحل أو inconsistent، السيستم حيكون أو كان السيستم inconsistent شلون حيكون الغاوس إليمينيشن. حتى ذلك الحين إن شاء الله نلتقيكم بخير وسلامة وفي أمان الله.